البرنامج الخاص بالعطلة، هذه العطلة القصيرة من 29 إلى يوم 5 إن شاء الله. فيه برنامج خاص للأطفال متنوع، فيه مسرحيات، فيه ألعاب خفة، فيه مسابقات. فتحنا تسجيلات لمختلف ورشات دار الثقافة بالنسبة للأطفال وبالنسبة للكبار. أيضا في إطار هذا البرنامج هذا فيه ورشات، خرجنا الورشات من القاعات إلى الفضاء الخارجي. جينا لدار الثقافة هنا يسمعنا بالمسرحيات تاع جوحة، وجينا هنا باش نتفرجوا ونستفيدوا من هذه الحكايات المسرحيات. قامت جمعية كرياتية بإحضارنا نحن التلاميذ إلى إلى دار الثقافة لرؤية مسرحية المياه السحرية.